السلام عليكم، مرحبا محبي النباتات، أهلا بكم. مع هذه الأجواء الممطرة ما شاء الله عادت الأمطار من جديد، نتحدث عن نباتات المزهرة لمدة طويلة. هذه النباتات الرائعة سأذكر لكم اليوم نوع منها، هو نبات الوينكا. هذا هو نبات الوينكا، معروف يعتبر من الأزهار الجميلة ذات الألوان، لها ألوان كثيرة ما شاء الله، نبات جميل. هذا نبات يصلح لتزيين الحدائق، يعتبر من النباتات التي تزهر كما ذكرت لمدة طويلة، ونبات مقاوم يعيش في جميع الترب الرملية والمخلوطة الطينية مخلوطة والترب البيتموس. نبات مقاوم يتحمل جميع أنواع الترب، ويفضل دائما خلط التربة لنبات الوينكا إذا كان مغروس في أسس. أما في تربة الحديقة فإن النبات يصبح حجم شجيري ينمو إلى ارتفاع يفوق 50 سنتيمتر، ويعطي أزهار بشكل مستمر. كما ذكرت هذا نبات يستمر يزهره حتى الخريف ما شاء الله. ألوان أزهاره متنوعة جدا، الوردي البرتقالي الأبيض الأحمر البنفسجي، وأنواع كثيرة جدا من الوينكا. يوجد نوع بري أيضا من الوينكا ذو أزهار زرقاء ما شاء الله. هذه النباتات المزهرة تحب الشمس ككل النباتات المزهرة، لذلك يجب وضع النبات في مكان معرض لإضاءة كافية، إلا أنه في الصيف النبات يعطش بسرعة لا يتحمل الجفاف، لذلك يجب أن نحرص على ري الوينكا كلما جاف سطح التربة ورأينا انغلاق الأوراق هكذا انكماش الأوراق في الصيف، علامة تدل على أن النبات يحتاج إلى الري. وعادة الري في الربيع وباقي الفصول يكون مرة في الأسبوع ككل نباتات الزينة. كما ذكرت في الشتاء طبعا ككل النباتات، هذا النبات يوضع في مكان على جانب لأنه عادة يدخل في سبات ولا يزهر. أما في الربيع فيبدأ نموه الخضري ويبدأ الإزهار ويستمر كما ذكرت حتى الخريف. نبات جميل بالنسبة لحمايته في فصل الصيف، يجب أن نضعه في مكان مظلل، نصف مظلل عفوا، لأن نبات مزهر يحتاج إلى تعريضه إلى أشعة الشمس مغربلة، تسمى الشمس المغربلة، أي وضعه في مكان به ظل وشمس في نفس الوقت حتى نحميه من الحر الشديد أو من أشعة الشمس المباشرة الحارقة. وبالنسبة للتسميد يمكن أن نعطي السماد للوينكا مرة كل شهر، سماد الأمبيكي المتوازن مع الري طبعا، خصوصا للشتلات الصغيرة ما شاء الله. نبات جميل، الأفضل أن يغرس في أواني كبيرة لأنه يملأ الإناء وينمو إلى حجم شجيري مثل النباتات العطرشة. ما شاء الله أزهار الوينكا جميلة، ليست لها رائحة طبعا، فقط أزهار زينة رائعة. يمكن تقليم الوينكا إذا وصلت إلى حجم كبير وأخذ تلك الأقلام كعقل لإكثارها بسهولة. يمكن إكثاره في الربيع في الخريف، وأفضل موسم لإكثار الوينكا هذا الوقت في الربيع، يتم إكثاره بالعقل. ونجمع كذلك البذور، يتم إكثاره بالبذور، البذور موجودة على شكل قرون،
نجمع البذور من قرون تتكون فيما بعد. هنا قرون الوينكا بها بذور، بعد أن تجف على النبات نجمعها بسهولة، ويمكن أن تسقط أسفل النبات وتنمو من جديد إن شاء الله. يعطي هذا النبات كذلك خلفات كنبات الأقحوان، يمكن أن نأخذ الخلفات الصغيرة ونغرسها بسهولة. إكثار العقل يتم بطريقتين، إما بطريقة الإكثار في الماء وهي أسهل طريقة، نأخذ عقلة ونضعها في الماء فقط بكل بسهولة هكذا، ها هي الجذور. ها هي الجذور. إكثار في الماء سهل وبسيط لعقل الوينكا، أو نكثرها مباشرة في التربة خصوصا في فصل الربيع، فهو أفضل موسم لإكثار جميع أنواع النباتات. هكذا في أي إناء أو نصف قارورة هكذا، انظروا أزهرت هذه العقلة في هذا الإناء البسيط. دائما نحرص على أن يكون مثقوب من الأسفل وتنمو بسهولة. إكثار سهل وبسيط نباتات الوينكا. إكثرتها طبعا هذه في الخريف، كانت عقل قصيرة ونمت لهذا الطول وأعطت أزهار في الربيع إن شاء الله. إكثار سهل لنباتات الوينكا. فقط نحرص أن نحميها في الصيف من حرارة الشمس الحارقة، نحاول وضعها في مكان به نوعا ما ظل خفيف حتى لا تحترق تتضرر من أشعة الشمس المباشرة الحارقة. أما في الربيع فهو أفضل وقت للحصول على مثل هذه الأزهار الجميلة، لذلك إذا أردتم الحصول على أزهار جميلة لفترة طويلة فالوينكا تعتبر من أفضل النباتات الزينة المزهرة لمدة طويلة إن شاء الله. أشكركم على المشاهدة، إلى اللقاء.